أخبرنا قبل قليل إصابة اللواء كاظم بوهان مدير مديرية الدفاع المدني جراء انهيار جزء من بناية تعرضت لحريق. هذه الحرائق المستمرة، انهيار المباني، نريد أن نقف على أسبابه وأسباب تكراره والضحايا التي يودي بها. يعني أولا مشكلة الدفاع المدني في العراق، يعني مشكلة السلامة الوطنية، الكثير من المحال التجارية والأبنية الشاهقة إلى الآن لم تلتزم بتعليمات الدفاع المدني. الدفاع المدني يطلب منهم أن يقوموا بهكذا إجراءات، يعني إلى الآن أبنية الكابوند التي هي تشكل خطرا فادحا فيما يتعلق بالسلامة والأمان وشروط السلامة إلى الآن تفتقر هذه الأبنية. إلى الآن أبنية لا يعني لا تنشئ بيسمنت، وهو الملاجئ الأقبية الداخلية للأبنية، سواء كان على نحو البارك أو على نحو السلامة والأمان. إلى الآن يعني المفروض جميع يعني مديريات البلديات المنتشرة في جميع أرجاء العراق أن تقوم بحملات تفتيش واسعة لغرض تقييم الأبنية من عدمها، من خطورتها. يعني خذ مثلا مديرية بلدية الكرادة والجادرية، قامت بتشيك جميع الأبنية وتحديدها خشية من أن تتكرر حادثة شارع سلمان فائق الذي أودى بحياة الكثير من العوائل إثر انهيار بناية كانت منحتها الاستثمار إجازة سابقة. فضلا عن ذلك، اليوم الأخ مدير الدفاع المدني وثلة من الضباط الميامين حقيقة في الدفاع المدني، حقيقة هذا اليوم هذا الرجل يعني يبذل جهود جبارة ويدمج الليل مع النهار، سيما استنفار في شهر في فصل الصيف وفي فصل الشتاء على حد سواء، نظرا للظروف والتقلبات المناخية ونظرا للحرائق. يعني أولا ينبغي الالتفات إلى التأسيسات الكهربائية، إلى أجهزة التحويل، إلى أجهزة رفع الطاقة، إلى عمليات يعني المصابيح، جميعها عوامل خطرة ينبغي أن يتم فيها التبليغ. يعني هناك نقص بمنظومة التوعية والإرشاد في وسائل الإعلام لمخاطر الحرائق التي تنشب بين فينة وأخرى. وأنا في تقديراتي أقترح أن تكون جميع المستودعات التي تحتوي على مواد قابلة للحريق، مثل المواد التي تدخل فيها الأخشاب والبلاستيك والمواد الكحولية، جميعها من المفترض أن تنأى يعني وتكون بعيدة عن المدن وتكون خارج المدن لتلافي مثل هكذا حريق من الصباح إلى يومنا هذا، وكل فرق الإطفاء تهرع إلى محل الحادث لكنها دون جدوى مع وقوع ضحايا. نسأل الله أن لهم الشفاء والعافية بأسرع وقت ممكن.